السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شعب النخيل. بنقدم لكم النهاردة عرض جديد وشاليه مميز، غرفة وصالة مرتفعة عن الأرض ب7 درجات، مميز جدا، يصلح للمسكن الدائم طول العام والمصيف والاستثمار الجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا دي الفرندة، وده التراك الكامل للهواء طول الشاليه، مساحة ممتازة جدا ما شاء الله. التراك الكامل ده عرضه 2 متر، ما شاء الله، دي كلها ملكية خاصة بالشاليه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا موجود ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع وصلنا على طول، موجود مطبخ أمريكاني. دي الواجهة الأمامية بتاعته، وده المطبخ عندي هنا من الداخل. عندي هنا ريسبشن من زاوية تانية، على يمين هنا موجود الحمام، وعندي هنا غرفة النوم وغرفة ممتازة وكبيرة مترتبة تشطيب هادي. الغرفة دي بتطل على التراك الكامل للهواء طول الشاليه، ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مرتفع عن الأرض ب7 درجات، مسجل في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكامل العداد كهرباء ومياه، زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه تاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 90 متر، عبارة عن غرفة نوم وريسبشن كبير ومطبخ أمريكاني وحمام وفرندا كبيرة وتراك كامل بطول الشاليه. السعر 195,000 جنيه كاش. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت، صاحب قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، اشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس وفور ممتاز، موقع مميز بجوار الشارع الرئيسي والخدمات العقارية والخدمات العامة داخل القرية. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل.